ما بعد ذلك اشتغل، وحتى هم قبل الغربيين اشتغل علماء المسلمين على هذا في الأندلس وفي غيرها أيضا في الأزمنة السابقة، لكن لم يصلوا إلى ما وصل إليه الغربيون في القرن 19 والقرن 20. لكن هذا رأى شيئا يشبهه، تخيل شيئا، لكن هذا الشيء الذي تخيله يشبه شيئا رآه في الواقع، ما هيك؟ شافه بالواقع. فالواحد منا يتخيل بذهنه شيئا رآه أو رأى مثله، والله تعالى ليس كمثله شيء. إذن وكل ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما تتخيله، كل ما يتخيله الواحد منا في باله الله تعالى لا يشبهه، لأن الله تعالى لا يتصور بالوهم ولا يتمثل في الذهن. الله تعالى لا تدركه العقول، لا تحيط به العقول. نحن معرفتنا بالله، يعني كيف ماذا نقول عن معرفتنا بالله؟ معرفتنا بالله بما يجب لله من الصفات وما يستحيل على الله تعالى وما يجوز عليه سبحانه وتعالى. وهذه ليست معرفة إحاطة، هذه ليست معرفة إحاطة، هي هو كيفية المرء، المرء ليس يدركها، الواحد منا لا يدرك نفسه على الإحاطة. الروح مثلا، أليس كل واحد منا فيه روح؟ بلى. طيب هل منا من أحد يعرف حقيقتها؟ لا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب معناها إذا كان كيفية المرء، المرء ليس يدركها، فكيف يدرك كنها الخالق الأزلي سبحانه وتعالى؟ إذن الله تعالى لا تحيط به العقول ولا تحيط به الأفهام، ولا تحيط به الأفهام، لا تصل إليه أوهام الخلائق سبحانه. شوف قديش بنقول كمان سبحانه، هذا لفظ التسبيح، صيغ التسبيح وردت في القرآن الكريم في أكثر من 80 موضعا بالصيغ المختلفة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى غير ذلك بصيغ متعددة. والتسبيح ما معناه؟ معناه التنزيه، معناه التنزيه، معناه أن الله تعالى لا يوصف بصفات الخلق، هذا معناه. معناه نزه ربك، سبح الله يعني نزه ربك عما لا يليق به من الصفات، هذا معناه. نعم. قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام، فالشرح هذه الجملة إيضاح لما قبل. نعم نعم أكمل. قال رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام. الشرح: الحي في حق الله تعالى يفسر بأنه المتصف بالحياة التي هي أزلية أبدية لا تشبه حياة المخلوقات، وليس بروح، وليست بروح ولحم ودم. والقيوم معناه الدائم الذي لا يزول، وقيل القائم بتدبير الخلائق. نعم، هنا أليس الله تعالى قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي معناه المتصف بالحياة، الله تعالى موصوف بالحياة، وحياته لا تشبه حياة المخلوقين. حياة المخلوقين، حياتنا نحن كيف تكون؟ باجتماع الروح مع الجسد، فإذا فارقت الروح الجسد فراقا تاما بيموت الإنسان، ما هيك؟ يموت فلا يعود حيا. أما حياة الله فليست بروح ولا جسد، ليست بدم ولا عظم ولا عصب ولا لحم، لا تشبه حياة المخلوقين. الله حي وحياته لا تشبه حياتنا. والله تعالى قيوم، لما نقول قيوم بعض المفسرين قال: القيوم معناه القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى خلقه، وبعضهم قال معناه الدائم الذي لا يزول، بمعنى أنه آخر بلا انتهاء كما ذكرنا منذ قليل. وقال بعضهم القائم بتدبير الخلائق، لأن الله تعالى هو المدبر لجميع المخلوقين، هو المدبر لجميع المخلوقين. وهذا لما نتكلم عن القدر نتكلم عن التدبير إن شاء الله لما يأتي إلى الأمام. لكن بعض المفسرين قال القيوم معناه القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى خلقه، يعني هو سبحانه وتعالى لا يحتاج أحدا من المخلوقات
وكل أحد يحتاج إليه، كل المخلوقات تحتاج إلى الله ولا تفتقر ولا تستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. نحن المخلوقات في وجودنا نحتاج إلى الله، من الذي أوجدنا؟ الله. فإذا نحن في وجودنا نحتاج إلى الله تعالى، ونحن نحيا في ملك الله، ونحن ملك لله، ونحن نأكل مما رزقنا الله، فلا نستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. أما الله تبارك وتعالى غني عنا جميعا، الله الذي خلق السماوات لا يحتاج إلى سماوات، والله الذي خلق المكان لا يحتاج إلى مكان، والله الذي خلق الكرسي والعرش لا يحتاج لا للعرش ولا للكرسي، لا يحتاج لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، غني عن كل المخلوقات. أليس جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني أنتم محتاجون إلى الله، لا تستغنون عن الله عز وجل، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني، الغني عنكم وعن كل خلقه، والغني عنكم وعن طاعاتكم، لا ينتفع بطاعتنا ولا ينضر بمعاصينا. اللي بينتفع بالطاعة من؟ الذي أطاع، هو الذي ينتفع بالطاعة، والذي ينضر بالمعصية هو مين؟ ينضر بالمعصية الذي عصى الله تعالى، وينضر بالمعصية التي ارتكبها. أما الله تعالى غني عنا جميعا، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. نعم. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة. أن الله تعالى خلق العالم بلا حاجة إليه، أي أنه لا ينتفع بخلقه ولا يدفع بهم ضررا عن نفسه. فإن قيل لما خلق إذن الخلق، فالجواب أنه خلق الخلق إظهارا لقدرته، أي حتى يعرفوه ويعرفوا أنه قادر وأنه كامل القدرة لا يعجزه شيء. ثم هم بمعرفة ذلك ينتفعون، لأن من آمن به واعتقد أنه متصف بصفاته الكاملة كان ذلك له سعادة أبدية. يعني الله تعالى خالق بلا حاجة، يعني خلق العالم ولا يحتاج إلى العالم، لم يخلق العالم لأنه يحتاج إليه، لا، خلق العالم ولا يحتاج إلى العالم، لا ينتفع بخلقه ولا يدفع بهم ضررا عن نفسه، وهو يجير ولا يجار عليه. الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الخلق، لا ينتفع بخلقهم، لا يحصل لهم، لا، الله تعالى لا يجوز عليه أن يوصف بأنه ينتفع بخلقه. الله تعالى خلق الخلق ولا يحتاج إليهم، لا ينتفع بهم ولا يدفع بهم ضررا عن نفسه. إنما طيب إذا قيل لك: لماذا خلق الله تعالى الخلق؟ لماذا أوجد الخلق؟ قال: إظهارا لقدرته، يعني حتى يعرفوه ويعرفوا أنه قادر تام القدرة، فيحصل النفع لمن عرف الله تبارك وتعالى ولمن آمن بالله، هذا الذي يحصل له النفع. أما الله تعالى فهو موجود أزلا وأبدا، والأزلي سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه، أليس كان موجودا في الأزل؟ فإذن هو لا يحتاج إلى خلقه، الله تعالى لا يحتاج إلى المخلوقات. أما كما قلنا إذا قيل لماذا خلق الله الخلق، فالجواب على ذلك أن الله خلق الخلق إظهارا لقدرته، حتى يعرفوه ويعرفوا أنه قادر وأنه كامل القدرة سبحانه وتعالى. ثم هم بهذه المعرفة الذين آمنوا بالله ينتفعون، والذين سلكوا طريق الكفر والضلالة هؤلاء لهم الخزي ولهم جهنم يوم القيامة، هم الذين ينضرون. أما الله تعالى لا ينتفع بخلقه ولا ينضر بهم ولا يدفع ضررا عن نفسه بهم، لا يحتاج إليهم. نعم. قال رحمه الله: رازق بلا مؤونة.
أنه تعالى يوصل إلى العباد أرزاقهم بلا مؤونة تلحقه، لأن فعله بلا علاج ومباشرة. يخلق الأشياء بلا آلة ولا مشقة ولا حركة ولا ماسة، فهو يوصل الأرزاق إلى من كان من الأحياء الذين هم يحتاجون للرزق الحسي بلا مشقة تلحقه. يعني رازق بلا مؤنة، يعني بلا مشقة، لأن الله تبارك وتعالى يرزق عباده بلا علاج ومباشرة. الله تعالى لا يوصف بالآلة ولا يوصف بالأعضاء. من الذي يتعب ويتلحقه مشقة؟ الذي يشتغل بالآلة، ما هيك؟ الذي يشتغل بالآلة، يعني الذي يكون سببا في وصول الرزق إليك، الإنسان مثلا، لو أنا جلبت لك شيئا من الطعام إلى بيتك، يحصل لي تعب، يحصل لي مشقة، لأني أعمل بالآلات، أعمل بالآلات، أحمل بيدي وأمشي على قدمي وأذهب إليك، فيصيبني تعب. لكن أنا سبب في نيلك هذا. لما إذا حصل مني هذا تجاهك، شو بكون أنا سبب في وصول هذا إليك؟ أما الله سبحانه وتعالى يوصل الأرزاق إلى عباده، أليس هو الرزاق؟ الرزاق والرازق من أسماء الله، معناه الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، لكن لا يحصل له مشقة. رازق بلا مؤنة، لأن الله تعالى خالق وليس موصوفا لا بآلة ولا بجارحة. الذي يتعب هو الذي يلغب، الذي يتعب هو الذي يعمل بشو؟ بالأعضاء. الذي يعمل بالأعضاء، يعني مثلا اليهود ماذا قالوا؟ اليهود قالوا الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قالوا ثم في اليوم السابع تعب فاستراح على العرش. هكذا قالوا، كذبوا وافتروا وشبهوا الله بخلقه، كفار ضلال. وصفوا الله تعالى بالتعب، ووصفوا الله بالراحة، ووصفوا الله بالجلوس، والعياذ بالله تعالى. يعني شوف بهالجملة كم 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 شيء فيه. وصفوا الله بالتعب وهذا كفر وضلال، ثم وصفوا الله بالجلوس وهذا أيضا ضلال وكفر والعياذ بالله تعالى. الله رد عليهم في القرآن الكريم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب، لأن الذي يلغب هو يتعب، يعني الذي يعمل بالأعضاء. والله تعالى ليس جسما، والله تعالى ليس جسما، لا يوصف بأن له أعضاء، لا يوصف بأن له أعضاء. الله تعالى رازق بلا مؤنة. ثم الواحد يتوكل على رب العباد، الله تعالى هو الرزاق. أحيانا يفتح إنسان دكان، بتلاقي يعني من حيث اللي بيسموه الديكور وهيك، يعني عامل شيء كثير، يعمل شيئا كثيرا، أصرف مالا، وبيجيب ماركات عالمية يمكن كمان بيسموها. ثم يأتي واحد آخر يفتح إلى جانبه دكان بيكون هيك بسيط، منه ليس فيه صرف كثير للمال، هذا يعمل ويأتي إليه الناس، وذاك الذي صرف مالا ليحسن المنظر تجده قاعدا لا أحد يدخل إليه، ذاك يأتيه الناس من مسافات بعيدة، يقطعون مسافات، أحيانا ينتقلون من دولة إلى دولة ليشتروا من عنده مثلا أو نحو ذلك، وذاك الذي صرف المال الكثير قاعد لا يعمل. الرزق على الله، لذلك يسلم الواحد منا لله إن أتاه في يومه 50 جنيها مثلا لنقول، يقول الحمد لله، وإن أتاه 1000 يقول الحمد لله، ويشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى. لنا عينان ولنا يدان ولنا رجلان ولنا أذنان ولسان وفهم ونحو ذلك، نعم الله كثيرة، إذا افتقدت واحدة منها فانظر إلى الأخريات، إلى النعم الكثيرة التي عندك، واصبر على فقد تلك النعمة، واشكر ربك تبارك وتعالى على النعم الأخرى. يعيش الواحد بهذا هانئ البال،
مرتاح البال. كثير من الناس يعني ممن يتعبون أنفسهم في أمور المال ونحو ذلك لا يعيشون مرتاحين، ما بيعيشوا مرتاحين. أما الذي هو قانع بما آتاه الله وراض بما أعطاه الله تبارك وتعالى هذا يعيش مرتاح البال، ينام وهو مطمئن. نعم. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. أن الله تبارك وتعالى يميت عباده لا خوفا من ضرر وأذى يلحق ولا أذى لا خوفا من ضرر وأذى يلحقه إن لم يمتهم، ثم يبعثهم أي يحييهم بلا مشقة، كما أن بدء خلقهم لم يكن فيه عليه مشقة، فبدء خلقهم ثم إماتتهم ثم بعثهم كل ذلك هين عليه. سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء سبحانه. الله تبارك وتعالى يميت العباد لا خوفا من ضرر، لا خوفا من ضرر وأذى يلحقه منهم، لا، إنما هو قدر لهم آجالا، فهم كل واحد منهم يموت بأجله بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي خلقهم ولا يحتاج إليهم ولا ينتفع بهم ولا يدفع بهم ضررا عن نفسه، والله يميتهم لا خوفا من ضرر أو أذى يلحقه منهم، والله تعالى يحييهم يوم القيامة ولا يلحقه بذلك مشقة، بل هذا هين عليه سبحانه وتعالى، بل هذا هين عليه سبحانه وتعالى. واحد من المشركين العاص بن وائل السهمي كان وقف مرة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك عظمة رمة رميم وفتتها وقال له: أو يبعث ربك هذه يا محمد؟ لأنهم هم كانوا يرون أنه لا يحصل بعث، كانوا يقولون هذا محال، كانوا يقولون هذا محال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يبعثها ويبعثك ثم يدخلك النار، يبعثها ويبعثك ثم يدخلك النار. أليس؟ وفي هذا نزل في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة قادر على إعادتها كرة أخرى، وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم سبحانه. نعم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه. هو بعض الناس يعني عقولهم قاصرة، مثل دول المشركين اللي كانوا أيام النبي ولم يؤمنوا، عقولهم قاصرة، أنه بيطلعوا ويقنوا بيشوفوا هذا مات دفنوا ما عاد رجع للحياة، عقولهم قاصرة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ما يذكر أنه كان نطفة؟ من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ الله تعالى. الذي خلقه أول مرة قادر على إعادته كرة أخرى، لكن بيطلعوا كأنهم لا عقول لهم سبحان الله. وبعضهم كان يعلم أن النبي على حق، يعني ضل عن علم، منهم من كانوا يعرفون، أبو جهل وأبو لهب كانوا يعرفون أن النبي على حق، نبي، لكنهم ما آمنوا. نعم. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. أن الله تبارك وتعالى أزلي أي موجود في الأزل بصفاته القديمة بقدم الذات، لأنه يستحيل على الذات القديم الاتصاف بصفة حادثة، لأن اتصاف الذات بصفة حادثة يوجب عقلا حدوث الذات. يعني لما الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات الذي تحدث فيه صفة
لم تكن له معناه هو حادث، معناه هو مخلوق. أليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عرفت الله بنقد العزائم، يعني تغير النية، الواحد منا بتتغير نيته، لما تتغير نيته بيكون بده يروح إلى مكان ثم يغير فيذهب إلى مكان آخر. هذا التغير الذي حصل دليل على ماذا؟ دليل على أننا مخلوقات، دليل على أني مخلوق، تغيرت إرادتي، هذا يدل على أني مخلوق، لأنه يقوم في شيء حادث، قام في شيء حادث، فهذا يعطي دليلا على أيش؟ على أنني مخلوق. فالقيام الذي تقوم فيه صفة حادثة، يعني لم تكن له ثم وجدت، معناها هو ذاته أيضا شو بده يكون؟ بده يكون حادث، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. أما الله تعالى فهو أزلي وصفاته أزلية أبدية، الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. نعم. فمن هنا قال أهل الحق إن الله إنه تعالى حي لا كالأحياء، قادر لا كالقادرين، مريد لا كالمريدين، عالم لا كالعالمين، وهكذا سائر صفاته لا تشبه صفات خلقه. فيفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يزدد بكون الخلق أي وجودهم شيئا من الكمال، بل كماله أزلي لا يزداد ولا ينقص. أيوة، كمال الله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، لم يزدد بخلق الخلق صفة لم تكن له في الأزل، لم يزدد بخلق الخلق كمالا، بل الله تعالى كامل الصفات أزلا وأبدا، موصوف بكل كمال يليق به سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. هذا هو. نعم. قال رحمه الله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. نعم. أنه لما ثبت أن الله تعالى أزلي وصفاته أزلية فكذلك لا يزال أبديا بصفاته الذاتية والفعلية، إذ كلها قديمة عند الماتريدية. ومعهم البخاري حيث قال في صحيحه في كتاب التوحيد ما نصه: فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق ولا وما كان بفعله وأمره وخلقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. يعني الله تعالى أزلي كما قلنا وصفاته أزلية، وكذلك أما المخلوق فهو حادث، والله تعالى هو وحده الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده، وصفاته كلها أزلية أبدية. هنا عبر بتعبير الماتريدية، وهذا إن شاء الله سنتكلم شيئا عنه في الدرس أو المحاضرة القابلة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه سيكون كلامنا عما بعد ذلك له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. غدا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون لنا موعد بعد العصر إن شاء الله مباشرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله تبارك وتعالى كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.